هذه الشيلة إهداء من أم محسن إلى ابنتها مواهب بمناسبة تخرجها. يا جمال بدري يوم النهدي هيا بكمل أيام ببدع وجمالي، يا عسى مبروك يا حسنى المحيا، باركوا لأم المها وأم الغزالي، وانثوروا بدرب التخرج نرجسية، وردي عنبر زاهي بجو خيالي، وردي عنبر زاهي بجو خيالي. بنت شيخ مرتقي فوق العليا، شامخ نسيته ولا فيها جدالي، أختي نسقور المراقي هالثريا، العيال اللي من قروم الرجالي، مهرة جوز لسنة ابن الحمية، من الحرار اللي على رأس الجبالي. عفيدة اللطيب والعزة سوية، أم الحميد من كريم نسبالي، بنت المها بنت المها اللي زينها ما له ليا، نادرة بالحسن والوصف المثالي، أخت أميرات على الهج والتهيا، شامخات الروس من أول وتالي، شامخات الروس من أول وتالي. يا عسى يا عسى يا عسى مبروك يا عذب المحي، وفالك التوظيف في أرقام جالي، يا جمال البدر يوم عندها يا بكمل أيام بإبداع وجمالي، يا عسى يا عسى مبروك يا حسن المحي، يا باركون أم المها وأم الغزالي، وانثوروا بدرب التخرج نرجسية، وردي عنبر زاهي بجو خيالي. بنت شيخ مرتقي فوق العليا، بنت شيخ مرتقي فوق العليا، شامخ نصيته ولا فيها جدال، سلامي اختي لسكور مراقيها الثريا، العيال اللي من قروم الرجال، مهرة جو درسنها ابن الحمية، من الحرار اللي على روس الجبال، من الحرار اللي على روس الجبال. عفيدة للطيب والعزة سوية، ما الحميد من كريم نسبال، بنت المهل اللي زينها ما له ليا، نادرها بالحسن والوصف المثالي، اخت اميرات على الهج وتهيا، شامخة الروس من اول وتالي. يا عسى مبروك يا عذب المحيا، وفالك التوظيف في ارقام جالي، وفالك التوظيف في ارقام جالي، وفالك التوظيف في ارقام جالي، فالك التوظيف في ارقام جالي، وفالك التوظيف في ارقام جالي، وفالك التوظيف في ارقام جالي.